الان حنا تنتواجدوا بالجماعه ديال تينشتوكه، كانت الدوره درناها ديال اللجان، يعني جا واحد شويه ديال الهدوء كانت، لان كانت مبرمجه من قبل يعني كانوا دايرين اللجان ديالهم ومتفقين اتفاق. احنا المشكله ماشي شكون اللي تراس هذه اللجنه من هذه اللجنه، ولكن المشكل هو العمل لصالح شتوكه والعمل للبلاد ديالنا، يعني لا من الميزانيه ولا ديال التعمير ولا ديال كل حاجه، يعني خاص تكون شفافيه، وتنتمنوا هذه الولايه باش تكون شفافيه في جميع المحطات وجميع الاشغال اللي تقوم بها المجلس يعني الجماعي برئاسة الرئيس ديال الجماعة السي أبو القاسم. يعني كان فيها شوية ديال الغموض، ولكن ما عندنا ما نديرو، يعني هذا هو اللي معروف به في الجماعات، معروف بهذه الحاجات، يعني ما احنا ما غاش نبدلوا، لا عندنا عصا سحريه اللي غنبدلوا العقليه ولا الديمقراطيه. وكما شفتوا بعض الاحيان ما يعرفش يقرا، يعني كيف يعقل بانه غادي يتحمل واحد المسؤوليه، وبالاخص بان هاد اللجان فيهم تعويضات. احنا اللي تنطالبوا يعني لو اللجنه في اي برنامج ما بيناش لينا اش دارت، المفروض يعني هذيك اللجنه تقدم استقاله ولا الرئيس ياخذ فيها اجراءات. الحمد لله وانا ترأست اللجنه ديال المعارضه، اللي هي في القانون المعارضه تاخذ اما الميزانيه ولا المرافق العموميه، ولكن القانون الداخلي ديال الجماعه فرضوا علينا ديال التعاون والشراكه. لا يهم، المهم التعاون والشراكه هي باش غنتعاونوا على الاصلاحات العامه اللي غتكون عندنا في شتوكه باذن الله. وشكرا. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.